وزير العمل يعلن صرف مكافآت مالية للعمال المتقاعدين، ووزير الكهرباء يعد بصيف مستقر الطاقة، والعراق على موعد مع كتل هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة، والبابليون تتهم حزب بارزاني بتواطؤه بدخول داعش واستغلال رجال الدين، نعدكم بمفاجآت بالانتخابات المقبلة، والعراق والكويت يرفضان أي عمل فني تسيء للعلاقات الثنائية، في نينوى ضبط تلاعب ومخالفات بقيمة 5 مليار دينار عراقي. متابعينا الكرام، حتى لا يفوتكم أخبار العراق العاجلة، الرجاء دعم الصفحة بلايك ومتابعة. تفاصيل الخبر الأول، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اليوم الأربعاء صرف مكافآت مالية للعمال، وقال الأسدي في بيان لوزارة العمل إن المكافآت ستكون بقيمة 50,000 دينار خلال شهر رمضان الفضيل ولغاية عيد الأضحى المبارك. ونقل البيان عن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران قولها إنه استنادا لتوجيهات الوزير وافق مجلس إدارة صندوق الضمان التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على صرف مكافآت قدرها 50,000 دينار للعمال المتقاعدين، وأوضحت إن هذا المبادرة تأتي لغرض التخفيف عن كاهل العمال المتقاعدين. التالي، أكد وزير الكهرباء زياد علي اليوم الأربعاء سيكون هناك زيادة بالإنتاج واستقرار أكثر في الصيف المقبل، وقال علي في تصريح تم إنجاز التقييم الشامل للمديرين وإرساله إلى أمانة مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيكون هناك زيادة بالإنتاج واستقرار أكثر في الصيف المقبل، وأضاف عملنا على صيانة الخطوط الناقلة خلال المدة الماضية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أقر مشاريع استراتيجية لقطاع الكهرباء. التالي، أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأربعاء توقعات لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وبحسب جدول نشرته الهيئة البلاد ستشهد في الأيام المقبلة حالة من الانخفاض في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بتقدم كتلة هوائية باردة مرافقة لامتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط. التالي، اتهمت حركة بابليون اليوم الأربعاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بتواطؤه بدخول داعش واستغلال رجال الدين، وذكر مكتب تنظيمات الحركة في أقليم كردستان في بيان اطلعنا على بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ردا على موقفنا حول التواطؤ المفضوح ضد المسيحيين، وتضمن البيان مغالطات وأكاذيب لا يمكن أن تمرر إلا على المغفلين والجهلة. أضاف البيان ولكي يطلع أبناء شعبنا على ما فعلته البارتي وتواطؤه المشبوه بعد دخول داعش وتسليم مناطق سهل نينوى بعد انسحاب البيشمركة منها، ولولا تصدي القائد ريان الكلداني وحضوره في اليوم الأول في سهل نينوى لحال بالمسيحيين مثلما حال بالأيزيديين بعدما تركتهم قوات حزب البارتي تحت انتقام الداعش. وتابع، أما بخصوص بعض رجال الدين الذين تحاولوا استغلالهم فهم مجموعة لا يوجد في رعيتهم أكثر من 200 عائلة، والقسم الآخر كنائسهم على شكل منازل غير معترفة به في بغداد وغير مسجلة مرتبط بإسرائيل ومعروف لجميع الأجهزة الأمنية في بغداد، وأردف هؤلاء تابعون لكم ولديهم أجندة خارجية والجميع يعلم بذلك، ونحذركم من الاستمرار في التآمر على شعبنا وقضم مناطق الموصل، وستخسرون كما خسرتم في رهانكم على الانفصال. وأكمل، نستغرب أن يتجاهل البارتي ونوابه كل السراق والتهريب للنفط
العراقي والاستحواذ على منافذ الاتحادية داخل الأقليم، وبكل وقاحة يطالبون بأموال الموازنة والرواتب التي حرموا منها المواطنين الكرد في كردستان. التالي رفض رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري اليوم الأربعاء أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين. وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان إن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي مؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن، وتم التشديد على رفضهما لكل من شأنه الإساءة لعلاقة البلدين الشقيقين. وأضاف أنه جرى خلال الاتصال الحديث عن بعض الأعمال الفنية والدرامية خلال شهر رمضان المبارك، والتي قوبلت برفض واستياء لدى الجمهور العراقي. وأعرب المؤيد عن شكره لمواقف دولة الكويت في التصدي لخطاب الكراهية وكل من شأنه أن يعكر صفوف العلاقة التاريخية بين شعبين البلدين الشقيقين. التالي أعلنت هيئة النزاهة الأربعاء عن تنفيذها 6 عمليات ضبط لحالات تلاعب ومخالفات في عدد من دوائر محافظة نينوى، مؤكدا أن قيمة مبالغ بلغت 5 مليارات دينار. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب البيان إلى ضبط 116 معاملة خاصة بالساحبات الزراعية المجهزة من قبل الشركات العاملة للتجهيز الزراعي في نينوى للفلاحين خلال العام الماضي 2022، مبينة وجود مخالفات قانونية رافقت عملية توزيع الساحبات نوع كيوتي البالغ قيمتها 4 مليارات دينار، والتحقيق في قضية جار استنادا إلى أحكام المادة 340. وأضاف أن فريق مديرية تحقيق النينوى الذي انتقل إلى مديرية ماء نينوى نفذ عملية ضبط مقاولين 2 لقيام أحدهما بترويج 50 معاملة صرفة لمقاولين تعود إلى عام 2014 يبلغ مجموع مبالغها 150 مليون دينار، مشددة على أن المقاولين ينتمون لعصابات داعش الإرهابية ومحكومين بالإعدام، فيما قام المقاول الآخر بترويج معاملة مقاول متوفي وتسلم مبلغ المعاملة دون سند قانوني. إلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم الخميس 30 مارس من عام 2023، والرجاء لا تنسوا بدعم الصفحة بلايك ومتابعة، والسلام عليكم.